بكلينيك لليوم مشاهدينا دكتور اياد عيسى وهو اخصائي بالجهاز الهضمي ضيفنا، وحديثنا راح يكون عن سيلياك ديزيز او الناس اللي بيعانوا حساسيه على القمح. اذا كان عندكم اسئله حول هالموضوع طبعا مرحب باتصالاتكم على رقم التليفون اللي حتشوفوه امامكم على الشاشه. دكتور عيسى صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك، اول مره متلاقى على لازم اقول انه انت طبيبي الشخصي كمان هيك، فاي تراست يو، بعرف الاجوبه اللي حتجاوبها اجوبه كمان يعني اجوبه صحيحه وبتشفي كثير. سيلياك ديزيز او حساسيه القمح هو شو، مرض بيخلق مع الانسان؟ هو مرض سببه كذا عامل، يعني انا جايب سلايدات اذا فينا نبلش نمرقهم. هو عباره عن حساسيه على جلوتين اللي هي بقلب القمح وبقلب شغلات تانية، يعني نوع من البروتين اللي ما بيقدر يهضمه المريض. الاسباب تتعدد، من بدنا نشوف سلايدز رنا اذا بتريدي بذات الوقت، من غير وراثي كمان. بس من الشيء الاكيد انه في عامل وراثي، لانه لاحظنا انه التوينز التوأم بيكون عندهم ريسك اعلى، او اذا حدا عنده بالعائله حدا الريسك كمان عالي. يعني هيدي بتفرجينا انه هي قصه القمح اكثر شيء، لانه القمح بنستعمله لكذا شغله. السلايد اللي وراها كمان بتفرجي انه كذا عامل مع بعض، وهو مرض مناعي بيؤدي لهالشيء. في بعض الناس اللي بيكونوا محضرين اكثر من غيرهم جينيا ليصابوا، جينيا ليصابوا فيه. كمان السلايد اللي وراها بتفرجي انه في بعض الناس مثلا في الدرماتايتس هيرباتيفورمس اللي هو مرض جلدي اللي هو التهاب بالجلد، هو 100% من المرضى بيطلع معهم سيلياك. المرضى اللي معهم ديابيتس، يعني السيلياك هو سبب هالمرض الجلدي او العكس؟ كثير في علاقه بين الاثنين. مشان هيك لما حكيم الجلد يشخص بيبعت لنا المريض لنفحصه. المرضى اللي معهم ديابيتس من التايب 1 كمان نفس الشيء، كمان معقول يكون عنده. في بعض اللي عندهم بعائلتهم سيلياك كمان بنفحصهم لحتى نتاكد. قلت دكتور انه هي حساسيه على الجلوتين، هالبروتين اللي ما بنهضمه. شو يعني ما بنهضمه؟ شو بيصير فيها بالمعده؟ المريض ما بيهضمه، بتؤدي لالتهاب بغشاء المعده، بتؤدي لهالمصران الموجود، بصير غشائه بصير مالس، ما بعود يقدر يمتص الاكل. وهيدي الفورم الاقصى من المرض اللي اسمها سيلياك، اللي بتؤدي لالتهاب، بتؤدي لاسهال، وبتؤدي للمريض يخسر من المناعه تبعيته. كمان في سلايد بيفرجوا الاندوسكوبي كيف نحن بنشوف، يعني لانه هو الفحص تعملوه بالاندوسكوبي بالنادور لتشوفوا في فحوصات دم موجود. صارت اللي بنبلشه هو فحص الدم. في هون كذا فحص عم نشوف دكتور، مثلا هون عم نشوف الغشاء الطبيعي، وعم نشوف الغشاء كيف بيصير بعد الالتهاب. يعني بيصير مسطح، ما بعود الجسم قادر يمتص الفيتامينات ويمتص الحديد. في وراها صورة بتفرج الناظور كيف ببين بين الطبيعي فوق والغير طبيعي تحت، وبناخد خزعة عادة نبعتها لحكيم الأنسجة لحتى هو يأكد لنا التشخيص. إذا التشخيص مش بالضرورة بالأنسجة، بس عادة مننهي بالأنسجة، يعني منأكده بالأنسجة، منعمل ناظور ومناخد بيوبسي خزعة ومنبعتها لحكيم الأنسجة. السيلياك حساسية القمح بتصير عند كل مرة بيتناول فيها المريض قمح، ولا ممكن تصير ممكن لا؟ سؤال صعب للجواب عليه، لأنه في بعض الناس منبلش العلاج ومنمنعهم ومنحطهم على دايت وبصيروا يقدروا يرجعوا يتناولوا جلوتين بلا ما ينزعجوا. بس معظم الوقت إيه، بس ياخد جلوتين بده يأذي حاله، بده يزيد الالتهاب، بده يزيد الوضع سوء، بده يزيد عدم الامتصاص اللي بيصير عنده، وبدها تزيد العوارض اذا عنده عوارض. كيف يقدر واحد يعرف اذا عنده سيلياك ديزيز؟ لانه قلت لي قبل شوي انه ممكن يبين السيلياك ديزيز ممكن يبين بالعشر سنين او 20 سنه او ولا ممكن لا؟ ممكن بحي العمر يبين، ممكن بحي العمر يبين واحد. صحيح. انه عنده حساسيه بكون موجوده قبل، بس بتكون موجودة ما بينت، مش عاطي عوارض، مش مفرجي عن حالها. العوارض كتير تختلف، وهذا المزعج بالموضوع، يعني في تكون قصة نفخة بس مش أكتر. يعني التشخيص صعب، التشخيص صعب، مشان هيك ما فينا نفحص الكل. عادة منشوف إذا عنده ريسك فاكتورز، يعني شغلات معقول تزيد من ريسك المرض، مثل إذا عنده سكري من النوع الأول، مثل إذا عنده فقر دم، نقص بالحديد، نقص بالفيتامين دي على عمر صغير، هيدي بتقترح إنه في شيء غلط.
مع عوارض جهاز هضمي. ليه هدول الفيتامينات بياخذهم عاده من القمح وبكون مش عم يستوعبهم؟ لانه بيكون في مشكله بالامتصاص ساعتها اللي هي ناتجه عن الالتهاب من هالجلوتين اللي ما قادريه. يعني عم ياخذ هالمغذيات بس جسمه ما عم يمتصهم لانه عنده هالحساسيه. صحيح. على الجلوتين، لانه هالحساسيه اذت له الجهاز الهضمي والمصرانه الدقيق وبطل قادر يهضمهم، بطل قادر يمتصهم، سو ما بيعود بيستفيد منه. شو الحل دكتور عيسى؟ الحل سهل وصعب كتير. الحل عادة هو انه نمنعهم ياخذوا جلوتين، جلوتين فري دايت. وهو صعب لانه يمتثل له المريض از فيري ديفيكلت. الجلوتين هو بالقمح، والقمح موجود وين ما كان، بالكيك، بالباستا، بالبسكتس، حتى بالمواد الحافظة تبع المعلبات كمان في جلوتين، حتى بالكاتشب، حتى بكل شيء. يعني بده ساعتها ياخذ من حكيمه ويروح يشوف أخصائية تغذية ويعملوا بلان كيف بده يوقف. كمان جايب صور بتفرجي انه صار في بالماركت بكل العالم وبلبنان جلوتين فري، جلوتين فري برودكتس اللي هن باستا، اللي هن تشوكليتس، وطبعا في ياخذ ذره ورز، وفي ياخذ تفاح وفروتس وكلها، يعني في شغلات يستعيد عنها. وفي محلات صارت ريستورانتس بتقدم جلوتين فري ميلز. بس كتير مهم المريض يتأكد، لأنه خلص لما بدنا نحطه على دايت خالية من الجلوتين بده يمتثل فيها، لأنه هاي الطريقة الوحيدة للشفاء. يعني في شفاء ولا هو كرونيك ديزيز بيبقى؟ It's a chronic disease، بس الغشاء تبع المصران بيرجع لطبيعته. شلنا الجلوتين بيرجع بينما بيرجع بيقدر يمتص يعني الحديد. العوارض بتختفي والمرض موجود، يعني حساسية القمح رح تضلها موجودة، حساسية على الجلوتين رح تضلها موجودة، رح يضل ما يقدر ياخده. بس على القليل بيصير في عيش حياة طبيعية، provided بضل ممتثل بهالدايت اللي هي دايت صعبة. خطر لي سؤال هلا، إذا الولد بيخلق مع جلوتين، مع سيلياك ديزيز، كيف واحد بيقدر يكتشف لبيبي مثلا انه عنده سيلياك ديزيز؟ حسب العوارض. عادة إذا البيبيز وصلوا لمرحلة السيلياك، لأنه نحن بنعتبر من حساسية لسيلياك هي مرحلة يعني بتمشي خطوة. سيلياك هو الأخطر. سيلياك هو الأخطر اللي بيصير فيه عوارض. وحساسية القمح هي البداية اللي يمكن ما تعطي عوارض أبدا. بس إذا الأم شافت إنه البيبي ما عم يكبر كافي، عم يعمل إسهال، عم يعمل فوميتينج استفراغ، عم يعمل إزعاجات ووجع بطن، في عنده نقص بالحديد، كل هاي أشاير بتدل إنه مفروض يعمل فحص الدم. فحص الدم دقيق، يعني دقة فحوصات الدم اللي هن 3 ماركرز، إذا عملت 2 منهم 100% ببين. بس بعدنا ما بنستغني عن الخزعة، غير عند الصغار كتير اللي منحس انه تقريبا التشخيص واضح. وفي أدوية ساعتها بياخدها المريض للسيلياك ديزيز؟ لا. هي بس حمية غذائية بس معينة، حمية غذائية يمتنع فيها عن تناول في اي شيء فيه جلوتين. حتى البيبي بده يصير يمتنع، وهو صعب كتير للولاد، لانه الا ليأخذوا سناكس شيبس بسكتس يعني. قريت على السلايدز اللي جيبهم كروس كونتامينيشن از بوسيبل. شو الكروس كونتامينيشن؟ كروس كونتامينيشن يعني اذا خبزه بالصحن مع اللحمه ممكن الخبزه تعملنا اذا دقرت باللحمه فتات منها حلقات، او اذا بالطبخ هو عم يستعمل صينيه او شيء طابخ فيها ومستعمل فيها قمح عادي، بيصير في كروس كونتامينيشن. يعني حتى بكميات الخبز ما بعود فيهم ياكلوه. يعني في الخبز اللي بينعمل من الذره كتير صعب لحتى يمسك، لسبب انه مش عم يستعملوا فرين يعني وقمح. معظم الناس بيجربوا يحطوا له شوي لحتى يمسك، ما بينفع، بيرجع بيعمل عوارض المريض. المرضى اللي بيستفيدوا كتير بيصيروا لدرجه اذا اكلوا شيء مفروض يكون جلوتين فري بس الفرن مزعبر فيه بيعرفوا، لانه بيصيروا تاني نهار بيقوموا مزعوجين كتير، وجع بطن ومتضايقين. متابعة هالمرضى سهلة، لأنه بعد حوالي الشغل عليهم، هني على الشغل عليهم، الشغل ما في دواء يشفيهم، الطبيب بس بيتابعهم وبيجي بيتأكد أنه كل شيء تمام. يعني حتى بدي أسألك عن الوقاية، رجعت الوقاية بتكون الابتعاد عن الجلوتين، يعني شو بدها تكون؟ ما في طريقة تانية. وهي صعبة، مشان هيك دايما منتأكد من التشخيص قبل ما نحط المريض على جلوتين فري،
لأنه في كتير من المرضى اللي بيشكوا من العصبي بالمصران أو ما يسمى الكولون إريتابل، مصران غليظ بالعربي، بيبعدوا عن القمح، بيجربوها، بحطوا حالهم على جلوتين فري دايت وبيرتاحوا، بيكملوها. بس هي صعبة كتير، عادة بنقول لهم لا يا عمي مفروض نتأكد، لأنه في شيء اسمه حساسية للأكل اللي هي شيء مختلف، فود ألرجي اللي هي فحوصاتها مختلفة وطريقة تشخيص. في فحوصات للفود ألرجي بلبنان؟ يس، في سكين تيست. سكين تيست. وفي فحص دم كمان اللي هو فود ألرجي كيت. بس إذا ما نحكي عن فحوصات عن الأكل بتأذي الجهاز الهضمي أو بتضايقه، الأكثر خطورة أو الأكثر شيوعاً هو سيلياك ديزيز. سيلياك مرض مختلف، لأنه هوليك الفود ألرجي ما بتأدي لالتهاب وعدم امتصاص. أوكي، يعني هي الوحيدة اللي مرض كمرض. بس هيدا اللي بيأدي لمرض، ومرض خطير، ومرض إذا ما تعالج وما تشخص، يعني ما نحط على جلوتين فري دايت معقول يعمل له مشاكل خطيرة. شو الأخطر يعني؟ شو معقول؟ الأخطر إنه بيزيد الريسك للكانسر بالمصران الدقيق. على طول الالتهاب الخلايا بتبلش تتحول وبيزيد ريسك الليمفوما. دكتور عيسى، عندنا بالمنطقة بلبنان سيلياك ديزيز أكثر من غير بلاد، شو يعني شو الأرقام تقريبا؟ البريفالنس على هالسنين اللي مضت زادت شوي شوي. زادت؟ ايه، لانه ما كنا نشخصه للمرض، ما كانوا يشخصوه. هلا لا، صارت في توعيه على الموضوع وصار التشخيص اكثر. بامريكا الفيجرز بتقول 0.6 ل1%. برات امريكا في بلدان مثل فنلند 2.5%. عندنا بلبنان يقال وبالميدل ايست ريجن انه نحن من البلدان العالي فيها سيلياك، يعني بحدود يمكن 2%، 1 ل2%. وأكلنا اللبناني أو الميديتيرانية بيشجع أكثر على بقلبه جلوتين أكثر من غيره أو؟ نو، كل الأكل بقلبه جلوتين مثل ما لاحظتي. يعني إذا بدنا نوقف الكيك وبدنا نوقف الخبز وبدنا نوقف الباستا والشوكولات وكل شيء حافظ. تخيل إذا واحد بإيطاليا وطلع عنده جلوتين. هلا بسأل السؤال، أنا interesting question، عم تسأل هل بيكونوا أضعف من غيرهم إذا بوقفوا كل هذا الأكل؟ لا لا، مش بالضرورة، لأنه مش بالضرورة، لأنه بيقدروا يمتصوا كل البروتينيات من برات القمح. من برات القمح. ألو، صباح الخير. ألو، صباح الخير، يا هلا، تفضلي. دكتور عيسى عم يسمعك. بونجور. أهلين. بونجور، صباح الخير. صباح النور، تفضلي، عم نسمعك. شو سؤالك؟ تفضلي. أنا عندي مرة عندي حساسية القمح. ما سمعت. عندك حساسية على القمح؟ لا، مش أنا، بنتي. بنتك؟ مش أنا، مرت ابني. أوكي أوكي، قدي عمرها؟ مرت ابني. أوكي. 28. هل عندها بيبي صار عمرها 10 شهور؟ نعم. صار لها فترة عم تعمل دياري وسفرات. الحكيم من البيبي، الحكيم الجدي قال له انه مش معقول يكون حساسية القمح مثل. فينا نعرف اذا عملنا لها فحص دم لحساسية القمح على العمر؟ اوكي، تكرم عينك. هي سؤالك لدكتور عيسى، عندها مرت ابنها بتعاني من سيلياك ديزيز والبيبي عمره 10 شهور وعلى طول عنده جري واستفراغ، والدكتور قال لها مش ضروري تكون هيدي المرض هو ذاته. ايه، مش ضروري يكون هو ذاته. نحن مثل ما حكينا، قال لها مش ضروري ولا مش معقول. المهم انه قال لها مش هيدا هو، مش ضروري. السؤال، هل فيها تعمل فحص دم ويبين اذا سيلياك ديزيز؟ اكيد، ما هيدا اللي حكينا. حتى نحن بالعكس، الناس اللي عندهم قلنا بالعيلة معهم سيلياك منشجعهم يعملوا فحص الدم، لأنه فحص الدم سهل مثله مثل حي الله فحص ماركر، بينعملوا 2 من أصل 3 كافيين وبيعطونا سنسيتيفيتي عالية، يعني التشخيص بيكون أكيد شبه 100%. سو سهل كتير. وأنا بالعكس، إذا البيبي عنده مشاكل أنا بشجعها تعمل الفحص، لأنه مفروض. دكتور عيسى، اللي بيكون بهالحالة يعني بيبي صغير وطلع عنده سيلياك ديزيز وبلشوا يعودوه على الدايت جلوتين فري أو الحمية الغذائية الخالية من الجلوتين، أهين لما يكبر يكون معود على نوعية أكل طبعا معين؟ أهين، إيه، لأنه بيصير بيعرف هو أنه إذا راح على المطاعم مع أصحابه ما يطلب مثلهم برجر، بيعرف أنه إذا راح إذا سافر سفرة يقول لهم على البلين بدي جلوتين فري دايت.
بيصير بنقي المطاعم اللي بيقدر يروح عليها، لأنه حتى هلأ مع وجود الإنترنت في أونلاين يعرف أي المطاعم اللي بتقدم جلوتين فري ميلز، وصارت عم تتكاثر لأنه مع منيحة. أنا أول مرة بسمع فيها أنه في مطاعم بتقدم في مطاعم صارت إذا عنا نسبة هالقد عالية من الأشخاص مزبوط. الحساسين وصار في هلأ ترند بالعالم اللي بتصور بلبنان رح تبلش قريبا يكون في سوبر ماركت جلوتين فري بس اللي بيجوا عليها اللي معهم حساسية على الجلوتين. بلبنان عنا بتلاقي بالسوبر ماركت بتلاقي محل كامل كله للجلوتين فري، بلاقوا شوكولات بلاقوا باستا بلاقوا كراكرز يعني توست ياخدوا in the morning، so فيهم يعيشوا حياة شبه طبيعية. اللي بينحرموا منه هو الظهرات إنه يقعدوا مع بالمطاعم ويأكلوا. بس هذه كمان مثل حساسية تانية، يعني حساسية الغبرة مرات تمنعك إنه تظهر، حساسية الطقس مرات تمنع العالم أو النفس. هيدي بس بدهم يكونوا بعد أدق أكتر لأنه بيعرفوا إنه حتى لما ياخدوا جلوتين بدهم ينزعجوا. كل قديه بتتابعوا لمريض السيلياك ديزيز؟ عادة بعد ما نحطه on gluten free diet بعد 6 شهور تقريبا نفحص فحوصات الدم اللي هي بتكون عالية ومتوقع تبلش تنزل، يعني بتختلف بين مريض ومريض بس عادة ماكسيموم 2 بيصيروا 0 إذا المريض ملتزم بالجلوتين فري. إذا مرض بمرض تاني هالسيلياك ديزيز بيشنت في خطورة أكتر عليه إذا عنده عمليات جراحية، إذا عمل نزيف، إذا لا أي لا عملية لا. تانية بس هو بما أنه هيدا مرض مناعي أوتو إميون يعني عنده كتير علاقات مع أمراض تانية مثل أمراض الغدية مثل أمراض الليمفوما مثل ما حكينا. سو هالناس اللي عندهم حساسية معرضين يعملوا أمراض تانية مشان هيك بدنا نضلنا منتبهي لهم طبياً. بس انه اذا بده يعمل عمليه جراحيه ما في مشكله اذا هو على جلوتين فري دايت ومتجاوب والحديد عنده عالي وكل شيء عنده طبيعي والفيتامينز قادر يمتصهم. يعني هذا ما بيأثر على اي عمليات او شيء ثاني وبيتابعوا بس الطبيب الجهاز الهضمي. طبيب الجهاز الهضمي معظم المرضى بيطلبوا مساعده دايتيشن لانه هي بتعلمهم بتعطيهم ريسيبيز كمان يطبخون بالبيت لحتى يقدروا ما يحرموا حالهم من شيء. الواحد ما في كل وقت يشتري اكله كمان من الخارج في شيء بيصيروا يعني بيصير في شغل عليهم زياده ومعظم المرضى بيعانوا من هالموضوع انه بيشتكوا. هناخد بريك سريعة ونكفي حديثنا مع دكتور إياد عيسى. متابع حديثنا مع دكتور إياد عيسى وهو أخصائي بالجهاز الهضمي، عم نحكي عن السيلياك ديزيز. ما ناخد اتصال دكتور عيسى. ألو ألو صباح الخير، تفضلي. صباح الخير، يا هلا، كيف صحتك؟ تمام. بدي أسأل حكين سؤال. يلا عم يسمعك. تفضلي دكتور. بونجور. بونجور. أنا صار عندي مشاكل صحية وشخصوا لي ملادي ما طلعت عندي إياها، بس وقت عطوني الدواء لها الملادي هيدي بعد 2 من التريتمون مبين معي حساسية بجلدي مش طبيعية، يعني حكيك ما بيوصف. هلا أنا تعذبت كتير وعملت فحوصات دم مبين عندي حساسية عالية، بس حساسية على وبر البسينات وبر هيك إشياء، بس بالأكل مبين حساسية على شيء. شفت أوميوبات قال لي ممنوع تاكلي قمح، اللي عندك حساسية على القمح من أنت وصغيري وهلأ بينت لأن صار في خلل بالمناعة، ووقف لي كل شيء بروزوي بقر وكل شيء قمح. هلا أنا ارتحت كتير على التريتمون، قالي 3 سنين عم بوقف في كل شيء كتير ارتحت، بس هلا اذا نهار او يومين ما باخذ دواء بسيط صغير للحكاك، شيء بسيط باخذ حبه صغيره عشيه، اذا شي يومين ما اخذتها بيرجع عندي حكاك، بس يعني مش قوي مثل قبل بس انزعاج وبيعطي حماوه كتير بجسمي بصير كانه محروقه. هيدا له علاقه بال بشوف انا هل في طريقه فحص او شيء اقدر اعمله اعرف اذا ممكن انا اوقف هذا الحكاك نهائيا او شو السبب المضبوط له؟ عندك سؤال لا دكتور عيسى؟ لا هي مبدئيا عاملي فحوصات الحساسية العادية وبينت انه عندها حساسية على غبار وعلى داست مايتس وهيك اللي هي مختلفة. هل يمكن ان تتفاعل مع حساسية الجلوتين؟ في مجال يكونوا موجودين مع بعض. مثل ما حكينا معظم الناس اللي بيشكوا من المصران الغليظ او شيء من هالنوع اذا وقفوا القمح ووقفوا البرودوي لاتيه مثل ما هي عاملة بيرتاحوا لأنه الهضم بيصير أسهل بكتير. في كتير فحص سهل اللي عم نحكي عنه فيها تعمله لتعرف إذا فعلا مع حساسية الجلوتين ولا لا، ساعتها بتتأكد إذا فحص دم عادي يعني ما بده بس مبين إنه هي مع حساسية مختلفة، حساسية جلدية قوية كتير اللي مشان هيك مضطرة تاخد أنتي هيستامين كل الوقت لحتى
تخفف من هالرياكسيون اللي بتصير معك. بس اخصائي جلد لحتى تسال اذا فيها تخلص ايه من هالقصه. ايه بس مشان الجلوتين فحص الدم بيعطيها. دكتور عيسى، هل في مرض يؤدي الى سيلياك ديزيز؟ اجى اتصال هيك. لا، ما في مرض يؤدي الى سيلياك ديزيز، بس مثل ما حكينا ما بنعرف امتى ببين. يعني هو مثل ما حكينا كروموزوم، بيكون في غلط بالكروموزوم وفي جزء منه جيني. ليش بيبين على عمر العشرين مش على العشرة أو عمر الثلاثين عند هالشخص؟ ممكن لا لا كل الأعمار يبين. صحيح، ممكن لكل الأعمار يبين، بس هو موجود. هل صحيح في حبوب لعلاج؟ هلأ هيدا العلاج الإكسبرمنتال كمان جاي بصورة على الموضوع، اللي هو هوب إذا بدك، أمل بعدين لمرضى السيلياك أنه يبلشوا يقدروا يأكلوا أكل مثل بقية الناس، اللي هو حبوب من لهضم الجلوتين اللي بياخدوها قبل الوجبة وبيقدروا وراها يأكلوا، بس بعده بمجال التجارب. يعني يعني ما صار بالسوق وسيف وآمن وبيقدر الناس. مرضى اللي عندهم لاكتوز انتوليرنس، يعني ما بيقدروا يتحملوا الحليب، في حبوب موجودة وموجودة بلبنان بيقدروا ياخدوها ويشربوا حليب ويأكلوا برودوي فيهم حليب. على هالنسق عم بجربوا يعملوا مشان الجلوتين، حساسية يعني الجلوتين كتير. بيساعدوا كتير لأنه خلص ساعتها بيرجعوا بيعيشوا حياة طبيعية وبياخدوا حبة قبل الأكل وانتهينا. الدكتور إياد كنت عم تقلي قبل البريك أنه في associations أو يعني مجموعات من الناس تنضم مع بعضها لتساعد بعض بهالسيلياك ديزيز. هيدي منشوفها دايما بأوروبا وببلدان أمريكا، ببلشوا دغري يعملوا نوع من الاسوسيشن مثل الأمريكان اسوسيشن أوف سيلياك بيشنتس، اللي هني بيصيروا يتكاتفوا مع بعض ويساعدوا مع بعض، وإذا في سؤالات مش قادر يسألها المريض لحكيمه وبيعطوهن خبرتهم بالموضوع، لأنه ما ننسى أنه المريض عنده بيصير خبرة بعد فترة أكتر بكتير من الطبيب. بيصيروا ينصحوا بعض أنه روح على هالمحل وعميل هالنوع من الديزرت وهيدا بيساعدك أكتر، وهل الكونسيرفد فود ما تاكله، لأنه في بعض الفطايح طلعت بالشركات اللي كانت عبنا عم تعطي جلوتين فري وطلعت ما عم تعطي، سو بيقدروا يساعدوا بعض بالنيوز وشو عم بيصير بالموضوع. بس بلبنان بيعرفوا بعض؟ مثلا مرضاك اللي بيعانوا من سيلياك ديزيز بيعرفوا بعض؟ لا الحقيقة عندي كذا مريض ما بيعرفوا بعض، بس أنا بجرب كون وصلي لحتى استفيد من مريض وأعطي التاني، يعني من وين عم ياخد خبز، من وين عم يقدر يشتري أكتر شيء جلوتين فري برودكت. بعض يمكن فكر فيه. يمكن مفروض يصير في أسوسيشن بلبنان لحتى يساعدوا بعض، بس فيهم ينتسبوا لهالاسوسيشن الموجودة بأوروبا وبأمريكا لحتى يقدروا يسألوا سؤالات وبيجاوبون. عادة بيكونوا لطيفين مع بعض لأنه بيتكاتفوا مع بعض كتير. شكرا لك دكتور إياد عيسى، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، شكرك على كل إجاباتك، ما نكونوا استفادوا كل اللي تابعونا. أنا بنهاية برنامجنا بدي أتشكر الكل، كل اللي تابعونا، وبدي أذكركم أنه فيكم ترجعوا تشوفوا أي من محطاتنا والإنترفيوز اللي عملناها اليوم على mtv.com.lb. فيكم كمان تزوروا صفحة لايف على الفيسبوك، تزوروا صفحة الMTV على الفيسبوك، وكمان تعملوا لنا فولو على تويتر @mtv@nadiabsat، وفيكم تبعتوا مواضيع أنتم بتحبوا أنه نحكيكم عنها. نرجع متلاقى أنا وأنتم نهار الجمعة صباحاً، وبكرة لايف جديد 8:30 الصبح مع كاتيان تروخ. باي باي.